في الغالب لما بيبقى عندك مكنة قديمة وتلاقي فيها بعض الصمامات اللي انت بتبقى عايز توصفها علشان تجيب زيها، المشكلة هنا واللي بتقابلك احيانا انك بتلاقي بعض الصمامات ما عليهاش نيم بليت زي كده، وبتلاقيها حاجة متدمرة خالص وما عليهاش اي بيانات تقدر تحدد منها المواصفات بتاعت هذا الصمام. في هذه الحالة انت ممكن تقولي والله في بعض المواصفات اللي اقدر اوصل اليها في تحديد هذا الصمام، زي على سبيل المثال ان اقول ان ده 4 بورد. عرفت منين 4 بورد؟ ادي ال4 فتحات بتوعه. طيب على كام وضع تشغيل؟ مبدئيا 3 اوضاع، ولما شغل المانيوال اوفررايد من هنا ومن هنا وفي سوستتين في النص هيرجعوا لي وضع السنتر، يبقى اعرف ان دول 3 اوضاع، يبقى هذا الصمام 4/3. طيب بيشتغل باشارة ايه؟ واضح جدا انه باشارة كهرباء بالسولونويد اللي فيه، يبقى باشارتين كهرباء، والكهرباء ممكن اجيب القيمة بتاعتها من على الكويل نفسه، والنوع التثبيت والقاعدة بتاعته بتكون على سبليت ماونتينج. كما انك تقدر تحدد شيء مهم جدا وهو السايز بتاع هذا الصمام، اللي هو في الغالب او اللي هو شكله بالطريقة دي هيكون صمام سايز 6 بناء على شكل الفتحات اللي هو فيها. لكن يتبقى جزء مهم، تعالى كده، انت قلت من شوية الصمام كام على كام؟ 4، يعني 4 فتحات، وقلت ان هما 3 اوضاع، فاحنا في الغالب بيكون الصمام وضعين من الـ3، هو وضع البارلل والكروس اللي هو المقص والمتوازي اللي مسؤولين عن ان السلندر يروح لاخر المشوار والتاني يرجع السلندر الى اول المشوار. طب وضع السنتر والنص، هتقول لي ده بقى بعرفه من السبول بتاع هذا الصمام. طيب والسؤال هنا، اذا شفت السبول بالمنظر ده كده، ده تقول عليه سبول نوعه ايه؟ طيب اذا كان السبول نوع تاني بالمنظر ده، اهو في تقوب جوه داخلية بالمنظر ده، ده تقول عليه ايه؟ وتقدر تحدده ازاي؟ ده اللي عشان لازم تعرفه تخلي بالك بقى معايا من اللقطة اللي جاية. في الحقيقة عشان تبقى عارف طبيعة السبول بيشتغل ازاي وتقدر توصفه، لازم تبقى عارف مكانه فين بالظبط وبيشتغل ازاي جوه الصمام. بداية مكانه فين؟ هو جوه الهاوزنج بتاع الصمام، والهاوزنج بيبقى من جوه عبارة عن مسارات وفتحات، بيبقى السبول ده مسؤول عن انه يفتحها على بعض او يقفل بعضها على بعض. عشان تاخد بالك من ايه اللي اقصده، تعال نبص على الشكل اللي قدامك ده. في الشكل اللي انت شايفه هنا في الجزء ده كده، بتلاقي ان الجزء اللي في النص ده الهاوزنج اللي لونه رمادي، وبتلاقي ان الجزء اللي بالابيض ده هو عبارة عن السبول، والسبول ده هو اللي مسؤول عن انه في هذه الحالة عامل ايه، جاي على بورت للبي وقفلها، وجاي على بورت الاي وقفلها، وبورت البي وقفلها. اذا هو قافل الـ3 بورتات. طب البورت بتاعت التانك مش وصل لها لازيد لا من A ولا من B ولا من البريشر اللي جنبها، يبقى هي كمان تعتبر كأنها مطببة. اذا في هذه الحالة بص بقى لشكل السبول، اقول على هذا الصمام ايه؟ ان وضع السنتر بتاعه كلوزد او مطبب. طب كويس، انا هنا مش هتكلم على بقية الاوضاع ولا بشرح الحركة بتتم ازاي، على اعتبار ان دي حاجة انت عدتها او فاهم، لكن انا بشرح لك دلوقتي بس حالة وشكل وضع السنتر مع اشكال مختلفة من السبول بتكون شكلها ايه. طيب وفي هذه الحالة، يبقى لما احب ارسم السبول ده في وضع السنتر بتاعه، يبقى الرسمة بتاعته بتكون ازاي؟ بتكون زي ما انت شايف في المنظر اللي هنا ده، اهو ده عبارة عن شكل السبول في وضع السنتر، اللي هو الـ4 بورتات بتوعه بيبقوا كلوزد او بنقول عليهم مطببين او مقفولين. طيب لحد كده تمام ومفهومة، وملاحظ شكل اللاند بتاعة السبول. اللاند يعني معناها الارضية بتاعة السبول اللي قفل على البورت قد ايه، ايه المسافة اللي قفلاها قد ايه.
اللي هي الجزء اللي انت شايفه بالمنظر ده. ودي شكل تاني بيوري لك شكل السبول باللاند بتاعته، الارضيات بتاعته مع شكل الفتحات بتبقى عاملة ازاي. فتشوف كده بالمنظر ده، ادي فتحة البي مطببة وفتحة الاي مطببة وفتحة البريشر مطببة هي كمان، وبالتالي والتانك طبعا ما فيش حاجة واصلة اليه، وبالتالي يبقى كأنه يعتبر مطبب. و بهذه الحالة أو بهذه الوضعية بيكون النتيجة إن الصمام أو السلندر اللي انت شايفه هنا ما بيتحركش أو ما بيفتحش عشان يطلع لقدام أو يرجع لورا. طب لو حبينا نرسم هذا السبول، يبقى عندي أدي الشكل الأساسي بتاع السبول وهو قافل في وضع السنتر بتاعه على البورتات كلها، فتكون النتيجة إن السيمبول بتاعه هيبقى نوع الكلوزد تايب. طيب تعال بص بقى، لو شكل زي اللي انت شايفه قدامك ده، هتلاقي إن وضع البريشر ماله بدأ يفتح على البريشر، والله طب ما هو في نفس الوقت البي هي كمان فتحة على الاي، الله طب ما هو التلاتة دول فتحين هما كمان على التانك. يبقى اصبح في هذه الحالة من خلال بص بقى شكل اللاند هنا بتاعة الارضية بتاعة السبول ده، يدي لك انديكيشن على ان الاربع فتحات اللي جوه مالهم فاتحين على بعض وفاتحين على التانك. يبقى في هذه الحالة لما اجي ارسم السيمبول بتاع هذا السبول في وضع السنتر، هعتبره اللي هو وضع الاتش او وضع اللي هو الاوبن سنتر. طيب في بعض الاحيان بتلاقي بقى الاوضاع بدأت تتغير وتاخد اشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال تعال بص كده معايا على الشكل السبول اللي قدام حضرتك ده، هتلاقي انه البريشر هنا ماله، هتلاقيه مطبب مقفول مفيش امكانية انه يطلع منه زيت لحتة ما. طيب بص كده البي مالها، البي فتحة على التانك من هنا، الله طب ما هي الايه كمان فتحة على التانك. يبقى معنى كده لما احب ارسم السبول يبقى اقول ايه، ان البي مطبب وان الاي والبي فتحين على التانك. يبقى ده كده السيمبول بتاع هذا الفالف، وده اللي بنسميه وضع الفلود. وهنا نيجي بقى النقطة، الله هو اسماء الاوضاع ديت لازم ابقى حافظها. ده انا نسيت الاولاني كان اسمه ايه، كلوزد، والتاني يبقى اوبن، والتالت ده يبقى فلود، واللي بعديه يبقى حاجة تانية. اذا هقعد احفظ الاسماء، ده انا على ما اخلص الفيديو هكون نسيت اصلا كل الاسماء دي ايه. هقول لك بقى الطريقة السهلة والسحرية اللي تخليك ما تحفظش حاجة، وفي نفس الوقت لما توصف الصمام توصفه بشكل صحيح. احنا مش متفقين ان الصمام ده 4 بورت، حلو قوي. اكوردنج للايزو 1219 البورتات ديت لها اسماء واسماءها ستاندر. فنيجي على النقطة الاولى اللي هي هنا، دي اسمها بي، والنقطة اللي جنبها اسمها تي. النقطتين اللي فوق واحدة اسمها ايه والتانية اسمها بي، ودول اللي رايحين للسلندر. خلاص هل ممكن الاي والبي وتحت؟ لا، في الغالب طبعا مع معظم الرسومات مش هيبقى فيه تغيير. طب هل البي ممكن تبقى فوق؟ لا برضو، الا اذا هو قلب الفالف نفسه ورسمه لك وحط لك رموزه مقلوبة يعني، يبقى ده حالة استثنائية او شاذة مش في كل الدوائر الستاندر ده. لكن في الطبيعي انه بيرسم الدوائر والوضع البي والتي دايما تحت والاي والبي دايما فوق. اذا في هذه الحالة لما احب اوصف هذا الصمام اقول ايه بقى؟ هقول ان بورت البي مالها مطببة او كلوز، والاي والبي فاتحين على التانك او اوبن تو تانك. اذا في هذه الحالة ممكن يا اما لو انت حافظ اسم الفالف هتقوله، بس لازم تضمن ان اللي قدامك هو كمان فاهم يعني ايه كلمة فلود. او لو عشان تخرج من هذا الجدل من ناحيتك انك تبقى حافظه او تضمن ان الاخر حافظه هو كمان، فانت في الحالة دي تقول له البي مطبب والاي والبي فاتحين على التانك. وصلت كده؟ طبعا في كتالوجات الشركات بتلاقي بقى ان هذه الاوضاع لها اسماء مقابلة، يعني هتلاقي فريكس روس لها تسميات وكود. طبعا اذا كنت مش هتحفظ اسماء الاوضاع ديت ايه، فانت بالتالي مش هتبقى مطالب انك تحفظ الاكواد بتاعتها جوه كل شركة، خاصة وانها دي بقى مش ستاندر. شركة تسميها اي، شركة تسميها اف، شركة تسميها اتش، شركة زي فيكرز ويوكن يسموها ارقام،
يدوها ارقام لوضع السبول، اذا دي مش حاجة ستاندر انك تحفظها، لكن الستاندر هو الاوضاع نفسها. تمام. طيب خد بقى كده المثال اللي بعده. ها تعال بص كده الاول على الشكل اللي قدامك ده، هتلاقي ان بورت البي مالها، هتلاقي فيها تقب في النص كده او في السنتر، وبعدين هتلاقي الزيت ماشي جواها وطالع فاتح على البورتين بتوع التانج اللي هما هنا وهنا. يبقى ده معناه ايه؟ معناها ان خط البريشر فاتح ومعدي جوه جسم السبول لحد ما طلع على فتحة التانك، فبقى اصبح ان البي فاتح على مين؟ على التانك. طب حالة الاي والبي ايه؟ هتلاقي ان الاي مقفول عليها ومطببة، والبي مالها مقفول عليها هي كمان يبقى مطببة. اذا هترسم الصمام ده شكله ايه؟ او الشكل ده هيبقى عبارة عن البي فاتح على التانك والاي والبي مطببين، وده اللي اسمه تاندم تايب، او اللي احنا اتفقنا عليها التسمية بقى اللي قلنا عليها. لو انا عارف اسماء ولا عارف اكواد عند الشركات تبقى اسمها ايه، هنقول ان البي اوبن تو تانك والاي والبي مطببين. خلاص يبقى كده اصبح الراجل اللي هيسمعك او الشركة اللي هتسمعك تبقى عرفت التوصيف الصمام بتاعك بشكل كامل، وبناء على اللي احنا قلناه. ده الشكل العام والمجمع للاربع اشكال اللي احنا خدناهم. طبعا هتتنوع بقى الاشكال وتختلف من شكل الاخر، لكن كلهم بيشتركوا في نفس المواصفات اللي احنا قلناها والفكرة اللي احنا قلناها دلوقتي. وبناء على ذلك لو انا جيت تاني مرة اوري لك الشكل ده، تقدر تستنتج شكل السبول ايه؟ اهو بالمنظر ده، او اعمله لك كده اهو كده بالمنظر ده. واضح كده ان اللاند دي كبيرة وعريضة، ودي عريضة، وده في النص هنا خط البريشر، يبقى اصبح البي مطبب، والاي والبي اللي طالعين لفوق للسلندر مطببين، والتانك هيبقى مش واصل له حاجة هو كمان، يبقى ده في الغالب مطبب، يبقى ده الكلوزد سنتر. طيب لما تلاقي حاجة زي كده اهو، حاجة زي الفالف ده، هتلاقيه من النص هنا مفتوح، يعني في هنا تقبين بدل تقب واحد من السنتر، والسنتر ده فاتح على الاطراف اللي هنا، والاطراف اللي هنا في الغالب دي هتبقى هي اللي رايحة للتانك. اذا يبقى الاي والبي مطببين، والبي هو اللي فاتح على التانك من خلال جسم الفالف، يبقى معنى كده انه ده اللي هو وضع الجي، او اللي هو البي تو تي اوبن تو تي، والاي والبي مطببين. اذا دي الفكره من انك ازاي تعرف لو معاك السبول بنفسه، تقدر انك ازاي تطلع منه الكود او المواصفه الخاصه، بس بعد ما تكون فهمت ازاي الفالف ده بيركب وفتحاته جوه الهاوزنج بيبقى شكلها ايه، عشان تقدر تتخيل حركه السبول مع الهاوزنج عاملة ازاي، ومنها تقدر تطلع الرسمة. وبكده يبقى بقى عندك توصيف كامل للصمام اللي احنا قلنا عليه، هيبقى 4x3 سبول ايا كان بقى شكل السبول اللي كان راكب فيه، بي تو تي والاي والبي مطببين، او فتحات الاي مقفولة وصب ليت وسايز 6 وبيشتغل باشارة كهرباء. وبكده يبقى خلصنا الحلقة ديت، شوفكوا على خير في الحلقة اللي جاية. سلام عليكم.